يا اهلا وسهلا، صافا لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كل شيء بخير، كل شيء هو هذاك. المهم الا كنتي اول مره كتشوف لاشين ديال الي فاميلي، فما عليك لا تهبط دابا واضغط على زر الابوني وكذلك تفعل الجرس، وما تنساش جمعك الكومونتير زوين بحال باش لا فيديو اللي جاي نطلعوا بزاف ديال الكومونتيرات كيف ما كتشوفوا هنايا. المهم في هذا الفيديو هذا غيكون اول روتين عندي في داري جديده. فراسكم من بعد ما حطيت الرحيل ما صايبت حتى شي حاجه. راكم عارفين كنت جالسه مع خويا في الدار حيت ما كانوش كانوا مسافرين بزاف ديال الحاجات. المهم رحت حطيت الرحيل ومشيت، صافي هذا مكان سافر، جيت من السفر ارتاحيت هي الاولى عاد اختي دابا جيت باش نقاد كل حاجه بلاصتها. المهم داكشي اللي درت اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نبارطاجيه معكم. يلا اختي ليتس جو. المهم اختي اول حاجه غادي نبدا بها اللي هي الكوزينه، غادي نغسل الماعن حيت راه الله الماعن تيجوني ساهل وداكشي ردو عاد انفون ساليهم نمشي للحوايج. شوفي ليا بعدي باقي كلشي، باقي كلشي بلاصتو، ما حركنا حتى شي حاجه نهائيا. بقى ليا التليليجه حتى هي غادي نضربها لها بواحد المسحه، هي الاولى. شوفي المضره خاويه اختي، غنضربها لها بواحد المسحه ان شاء الله لحقاش. اصلا ديك ساعتين كنت يلا غسلت هادو باقيين نقيين، غادي غير نمسحهم ونرد دوك الشبيكات ديالهم وداكشي المسحه من على برا. هادشي اللي كاين اختي، المهم نقص عليا شويه بشويه. صافي يا لالا شكون مونسني في الكوزينه؟ مامي البناتي كيسولوني فوقاش تورينا ولدك، فوقاش تورينا ولدك؟ ولدي راه باقي صغير البنات، منين يشد في راسو واحد شويه نوريه لك. والله يا ودي علاش لا. المهم اختي هاد اللعيبه هادي صراحه الله كتنفعني، بحال هكا كنكون في الكوزينه تنجيب وحدايا مع ولدي. انا ولفت ليه ديك الجماعه نبقى نجمع انا وياه، خصني نبقى نتقابل انا وياه ونجمعوا يا اختي ومريح اختي تما ونقضي انا شغلي. استنوا عزين سلم على طاطواتي، قول لهم لاباس. سمع سمع قول لهم لاباس. الله يحفظك يا ربي. لا اللي شاف الفيديو ديال ولدي قول له الله يحفظك. ها انتم هاي الغزاليت غنبقى كل ساعه نسلم عليكم. المهم اختي اول حاجه بديت بهذا المجرح هذا، غتقولوا لي علاش؟ لحقاش بغيت نغسلو، بغيت ندير فيه شي سلعه عندي وداك الشيء، قلت غنغسلو نخليه ينشف. شوف اللي عليا هادو اختي، درت ليه غسله ناري مع ديك الدار ما كانش عندي فيها الشرج، ما كنتش كنشوف اختي هاد الوسخات وهاد الشيء ومع الحمل ومع العيا ومع التصفير، ما غسلت حتى شي حاجه. المهم دابا كنغسل كل حاجه بوحديتها. انا قلت لكم بديت بهذا هو الاول باش نحطو ينشف، ونشوف باش ندير فيه شي سلعه عندي. هادشي ضربت عليا بواحد الفركه نعمل لا تشيز. تخلعوا ما دشوا لي غير الجوطيه ديالي عادي الروينه الروينه عندي في البيت. فراسكم كنغسل شويه ديال الماعن ونجي زعما نطوي شويه ديال الحوايج لحقاش عييت نعس. ولدي هو الاول تسخسخ تخشي داكشي كيشد الوقت صراحه، وقلت انا وماما زعما نتعاونوا على هادشي نحيدوه. شوف صافي الروينه هنايا. لا لا صافي طلعوا مجموعين من المره اللي فاتت، نقات ليه ديك اللعيبه تماك. خلاص انا باقي غير هذوك بوحديتهم اللي طويت، ما طويت حتى شي حاجه. دابا نطلع هاد الكرتونه هادي ديال الرولاكس، نطلع على الفوق داك القنت تماك ونحطها انا باش زعما مزيان ما كنخسرش الكراتم. اي كرتونه زعما خويتها وداك الشيء نطلعها تما كتبقى ليا محافظه ليا ومحافظه على كل شيء. بعد المرات نبغي الرحال ولا لا قدر الله ما شكيت عليكم البنات الرحال فين الروينه زعما هذا نلقاها مجموعه. شوفوا يا خوتي كنجمعوا انا وماما البيت وداكشي، وهي تلقى لي واحد البلاستيكه كانت عامره بهاد الصبابط هادو. صراحه اللهم مازال كبارين عليه ولكن عرفتي راه كيوت اختي. هادشي صغير عرفتي ما شاء الله. هادي ديال جاد، وهادي هادي كنعطيها ليا اشكا، مازال ما عمر جاد لبسها باقا جديده. قلت لها ماما تصبرني لها. شوفي هي عاوتاني عرفتي راه عظيمه ديال الصبيبطات عنده ما شاء الله. شرا دري صغار كيتزادو بخيرهم صراحه. هادي ديال يانيس مابقاش كتجي قدو، خصني نصبنها. هادي قلت لكم ديال جاد، هادي معمر جاد لبسها مع ما شاء الله عنده رجلاته من هنايا عامرين، وهادي مع طويله ما جاتش قدو ان شاء الله تجي قد اركان. هذا ماما هذا ديال يانيس ولا ديال جاد؟ ديال يانيس هذا. ديال يانيس شوفي هذا ديال يانيس تا هو ملبس فيه بزاف. ملبسو كاع باقي جديد. ملبسو كاع يا خي شوفي ديال الكاط يا لالا. هادي عاوتاني ديال يانيس. شوفي اللي باقا جديده. يانيس ديك الساعتين ما كانش كيحمل يلبس سبادريات، وانا كيعجبني ديما كنخرج انا وجيزه كنلصقها تنقول شري لي سبرديله. هذيك كنا شرينا ليه هو يونس بحال بحال. هادي ديال جد
هذه ديال جات دي عاقله عليها ديال جات زوينه كتعجبني عند السفر ديال سبورتي فين بنت واعره. صافي خلاص هنايا بقات غير بقات بليغه. شوفي 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 تبارك الله ها كاينه بليغه تاع الطهاره ان شاء الله بحول الله ولبسها لولدي باقا جديده ما عمرها تلبسات. كاينه تصنيضيله هذه ديال يانيس شنو اخر وحتى هذا ديال يانيس بيبيض خصها شي مسيحه انا يا خيتي ناضي شي صغير وكيعجبني. خلاص هذاك الشيء راه باقي عنده هو جديد عمرها شي تلبس عليكم بالله البنات قولوا لي شكون اللي بحالي عتي حتى كنجبد دابا الحوايج كنقادهم وكنقاد البيجامات وكنقاد الزيف وداكشي كنقول انا ما عندي والو ما عندي حتى شي حاجه كنت ديك تعطيني نديرهم غير في البلاستيكات وداكشي وفي الشواكش كانوا غابرين شي حوايج راه وليت كنقيسهم كنقول ماش غيجيو قدي ولا ما غيجيوش قدي. عتي شحال حيت اللهم بارك على الرايمه على الرايمه الحوايج وشي حاجات ما كنتش كاع عارفه باللي راه عندي. صافي وليت اختي بديت كنسى مابقيتش كنعقل مابقيتش كنعقل. المهم راه اختي قربنا نساليو هاد الروينه هادي اكثر حاجه كتدي الوقت اللي هي غسل ديال المواعن وهذا والطويه ديال الحوايج. في الاول ما كانش عندي الماريو دابا اللهم بارك شوفوا ليا عرفتي ملي كتحطي الماريو كيبان كلشي مقاد كلشي هو هذا كلشي مزيان. المهم تما استفدت البيجامات تما استفدت الكسيوات كسيوات المهم اللي مزوقين داكشي وداكشي العادي. المهم عزلت كل حاجه بوحديتها خلاص طبقه تحتانيه درت فيها الفوطات وداكشي ديال الصوفا حيدتهم من الفوق حيدتهم من تماك او هذا ما كان خصي صراحه الله الماريو الله يتا يا سلام. وانا ري اختي هادشي واش كيبغي يتقاد راه ميمكنش غير حوايجي انا اللهم بارك حوايج ولدي مازال كاع ما قربت ليهم ما قصتهم حتى شي حاجه. اي حاجه بانت ليا ديالته كنحطها تما كنحطها تما كنعرم في داك القنت قلت حتى نسالي وعاد نقاد ليه داك الشيء كامل. هادوك اللي علقت تما الحوايج اللي كبارين عليه هما اللي علقت فقط. شوفوا باقي الروينه هنايا وانا ري عييت هاد المانيطه هادي كان كتعرف قبل ما يتزاد اركان كانوا كيقولوا لي عندك ولد عندك ولد ديك الساعه مازال كاع ما عرفتش عندي ولد ولا بنت. ايوا كان خلى ليا اشكا الحويجه ديال جاد وكانت عطاتني ابتسام الحويجه ديال يانيس عرفتي عندي هاد الباليز اللهم بارك عامره ما شاء الله فيها حويجات ديال البرد. قلت غادي نعزل فيها دابا اللي غادي يلبس زعما في هاد اللاج هذا وداكشي عاوتاني اللي كبارين غادي نخليهم في ديك المانيط. صافي اختي اش باقي ليا الفولارات نعلقهم علقت فولارات وباقي خصني فين غنزيد هادو حيت ما بقاش ليا قلت غادي نزيد شي علاقه بحال هادي هادي راه عاد عندي انا الكبيره ايوا اختي ليلى هي الله نخوي داك الساك بدل خويا هذاك نخوي هذاك نخوي هذاك اللي من الليل عييت. هاد البيت هذا بلا ما نهضروا عليه حويجه ديال اركا اللي كيلبس دابا يا اختي فهاد البلاج هادو كاينين اللي صغارين عليه حطيتهم كامل هنايا حتى من بعد نعزلهم. مازال نقاد هذيك الشبيكه اللي كنديرو فيها الصنادل وداكشي البانيو ديالو حتى هو غنديرو في الدوش عرفتي مازال عندي كلشي باقي اختي مروبول لله يالله. هادشي عاوتاني اللي هنايا هداك الصاك فيه غير دوك لي برودوي اللي كانوا فوق يعني الكوافوز ديالي وداكشي هداكشي فيه عاوتاني جميع انواع لي شامبوان اللي مبقاش كنستعمل باقيين تماك عرفتي الروينة الروينة عندي الروينة. ويا اختي شكون معاوني معاونني بابا اختي هي كتغسل المواعن وانا كان هذا كنستف الحوايج واخا يديها مراد يديها راه معطوبه فيه واش غادي نديرو معاكم كل واحد نديرو ليه خاطر شويه ولا عاود كان شكون بغا يعاون والله الا عرفتي والله الا كلشي ما مسالي الصراحه كاين شي مشكل حتى واحد ما مسالي انا كتغسل ليا هاد الطويصله داكشي كتردو صراحه هاد الله هادو عامرين غير بالغبره تستفهم هنايا انا ما كرهتش يا امي فعتي كون طلعوهم كاملين للسطح عقلتي طلعوهم كاملين للسطح وضربت ديك الشمس وتغز عرفتي طلعوهم للسطح ونحك لي الزيكس وكيقولوا لي باش كتحكي الزيكس كيقولوا لي وتحكي الزيكس بصح وان شاء الله حتى شي نهار نمشي للقصبه نمشي لداري نوريكم بحالاش ان شاء الله. المهم كتستفهم لي هنايا باش ينشفوا خلاص يلا ركبنا البوط علاش كنطيبو داك الشيء مازال خصها شي غسله شوف لي باقا كلشي مصبط ها هو خيدي ما كيخليش كدي صغيلة هاو 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 كيتزبد عليني تكشو يا لالا يا لالا على الزيت اللي عطاني سيدي ربي على الزيت
هادشي كتجي ماما كتلقاني كنلعب معاه تبقى عليا ايوا يا الهامي واه كنديرو في هذه كنقابلو معاه بقى نلعب انا وياه ايوا يا حمقنا جده كيضحك حمقنا جده حمقناها ياي خليني قدي صغيلات خليني قدي صغيلات خليني قدي صغيلات اسنو اسنو ديما حاجه ديما حاجه ديما حاجه مامي ديما حاجه مامي اني ما عزواوي ايش عاقي فرسكم الله البنات هو اللي كعضري الطاقه باش نجمع الحويز ونجمع الروينه نجمع الروينه 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 انا حزاز الفنون ايش عاقي ما شاء الله الله يحفظ الله يحفظ لكم كاع وليداتكم. المهم البنات بغيت نوريكم واحد البلان هذا درتو صدق ليا وبغيت نبارطاجيه معاكم هذوما باش ما تتزرفوش تخسروا فلوس هكاك. المهم الامهات المرضعات اللي كيلبسوا بحال هكا الحجاب ولا تيلبسوا الكسيوات طوال وما فيهم صديفات راكم عارفين اللي كيرضعوا طبيعي ضروري ما كيخصهم اما الصديف اما السنسله هذه ضروري ومؤكد ضروري. انا دابا راه مؤخرا تشوفوني وليت كنلبس غير العبايه 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 بزاف 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 على ودك عقل على الخير زدتي على ودك كنلبس اختي ديك العبايه كنمثل غير بالفولار ايوا طحت عليا واحد الفكره يا اختي ودرتها ويا تصدق هاد الكسيوات هادو كنت انايا كناخذهم بالفولار بحال هكا ديالهم ما كنت كناخذهم ما فيهم لا سلسله لا حتى شي حاجه والو نيشان اختي فهمتي مسدودين. وانا نقول ماما اجي نقول لك قلت ليها الا ديتيهم لي الخياط واش غيصايب ليا زعما يدير ليا كتلها بغيتهم يدير ليا بحال هكا السلسله قالت ليا ما عرفت غنديهم ليه ونشوفوا هو يا اختي طحت على واحد الخياط عرفتي واتقنهم ومتقونين يا اختي واري وباش عجبني ديت لي هادي والموف وحده اخرى داك الخرشوفي ما في ما كانش فيهم كاع لا سلسله لا حتى شي حاجه كانوا مسدودين ايوا يا اختي دار لي فيهم السلسله شوفوا ليا ومتقونين وواري واري واري ناضي قلت عوض ما نبقى كل مره ناخذ كسوه عاوتاني فيها السلسله فوقاش غادي نلبس هادو صافي قلت لها جي قلت لها طحت عليها الفكره بماشي قلت لي صايبهم لي ايوا داتهم عرفتي مقادين عجبوني يا اختي شوفي لي السلسله من الداخل عرفتي مقاده مقاده نيشان ودار دار السلسله نفس اللون ديال 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 العباءه انا قلت لها ماشي مشكل يديروها لي في الكحل يا في البيض ماشي مشكل ايوا بقى مسكين كيقلب حتى دار ليا نفس اللون ديال العباءه زوينين تسولوني شحال صايبهم صايبهم لي اختي ب 20 درهم الوحده قلت لها ماشي مشكل صايبوني ب 20 درهم الوحده اي على قبلك انت اي عقل 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 على الخير جدي صيبت العباءه على ودك دابا ملي كنبقى نهضر معاه شحال كيتحب باش كنهضر معاه هاني نخلي راسك تعيش يا صاحبي مالك تسويح عليك. المهم اختي صايبت هادي وصايبت المو وصايبت الخرشوفي مازال غنصايب وحده عندي كحله لبسطايه هادو كاع اختي اللي ما فيهمش صدايف وما فيهمش مسدودين غندير لهم السلسله اي فاينلي اختي ساليت هاد البيت هذا المهم جففت وانا نحط الناموسيه بحال هكا درت لي هذاك ليزار المخيدات حطيت ديك المخيده ديال محمد اركان تماك صافي هذا مكان ايوا يا اختي هنايا تقول لي ما عرفت خليت هاد البلاصه بحال هكا انا جاوبكم هذا ما بغيتش نخرج من على برا خلاص ديك الناموسيه ديال ولدي مثلا ما قاديتش حتى حتى شي حاجه نحيدو بعدا داكشي الكبير هو الاول هادو كنتسنى ولد خويا باش يجي باش يلصقهم ليا يعني قاد ليا هذا في الحيط هو والطاجيرات ديالو داكشي علاش ما فرشش الضربيه جبت صافي ما فرشش الضربيه لحقاش غادي يجي يبقى يقاد وختو لي يحفر واخا صراحه الله بانوا لي دوك التقيبات تما وداكشي قلت ما بغيتش نفرش الضربيه اختي باش ما تكرفش ليا هذا مكان المهم قديت كلشي الماريو ديالي انا صافي ساليتو هنايا عيبان لكم باقي كاين حتى يدير الروينه اي باقي الحوايج ديال محمد اركان مازال ما كملتهمش كاملين قلت صافي نخليهم حتى الليل ان شاء الله نجلس على خاطر خاطري ونقادهم الله يا اختي الله عجيت هنيت من داك البيت واخا صراحه الله باقي فيه شحال من حاجه خاصها تقاد ولكن بعده كومي اللهم نعمش ولا بلاش ايوا يا اختي دابا جيت الكوزينه مازال ما سالاش الموال حقا جبنا واحد البوست غدينا فيه هي الاولى
غنمسح هاد الطبيصلات والكويسات نردهم لبلاصتهم ايوا عاود ندوز نقاد هذيك الفيترينه نقاد فيها شي تويشيات ايوا صافي نقطاب نقطه كيحمل الواد واش غنديروا كلشي اليوم عييت لا ما تجبريش ديري كلشي اليوم وي لا عييت ويلي روحي راه صعيب 15 يوم ها وراحي ديال 15 يوم وما تقاد شهر وكان شوف شويه باش تبوطه شويه بشويه نقطاب نقطه كيحمل الواد ويلي درو اختي كلشي في مره هانا يا خيتي صايبت هذيك البلاصه صايبت صرحت لها غير ديك البلاصه الفوق اللي تحت ما تديوش عليها نقول لكم كنت كنصايب من الفوق وهي طاح لي واحد اللعيبه طاحت لي هادي هذا طاح لي على هذيك الزليفه وهي تفرمختي مشات لقات الباس فاش كيطيح لكم الجاج كتقولوا لقات الباس المهم اختي بقى عندي جوج زليفات هذيك صافي غادي نلوحها المهم قاديت تماك درت فيه دوك السوبيرات هذيك خلاص ديال الحريره ماما يلا شريت لي هاد وهادو كيدخلوا للفران اختي يا سلام المهم خداتهم عند دوك اللي كيبيعوا داكشي ديال برا ايوا قادت تماك هادو خلاص دوك الكويسات اللي جات معاها هي من العمره هنا باقي عندي داكشي مرونة تقولوا نقول لكم علاش كنتسنى ايمن حتى يجي باش يصايب لي الطاجيره باش نلصق فيها نعلق فيها زعما الترموات ومونينيكس غندخل وحده الكوزينه وحده خلاص نخليها نديرها هنا هاد البلاصه ما كاينش تبقى باينه غنحط الكويسات تما والبريد وداكشي نتك على القضيه حيت تما مازال مبعثر مازال مرون خلاص دوك الطيوس دابا غادي نحيدهم من تماك غادي نستعمل دوك الصغيورين بغيت نجمع فيهم داكشي اللي عندي صافي المهم قضيت تما اختي عتي بان داك القنت ناضي المهم نجاوبكم على واحد السؤال ديما كنلقاه واحد لمسه حتى راه هرباتني كنت ديك العزين في السبوع ديال محمد اركان خديت هادو خديت منهم اربعه هادوك السوبيره خديت منهم اربعه وخديت الطبيصلات ديالهم اللي هما هادوك اللي كنت مودي على قبل السبوع على البنات بغيتهم على قبل الاسبوع ايه باقي فيه الماء ايوا تقول لي ما فهمتش واش ما شافش الفيديو ولا ما عرف شنو قالت لي ها العار اختي لما قالوا لي دوك السوبيرات اللي خديتي فينا هما شنو درتي بهم هادوك اختي دوك الربعه كنت حطيت فيهم الحلوى حطيت فيهم سليلو وحطيت الطبيصلات ديالهم النهار اللي جاو عندي الناس للدار اما نهار ديال الاسبوع اللي درنا اختي في السطح وداك الشيء ما حطيتهمش حطينا البلاطو ديال الحلوى فهمتي هذا ما كاين ايوا يا اختي هاد لافاس التحتاني فيه الكراتم ولكن كلشي مازال عامر فيها هاد الباكاد ديال الكيسان فيها الباني فيها ديك الكريه فيها الهشوار مونينيكس الثالثه يا اختي عندي محلابه ممكنش هذا خلاص غادي نديرو في الكوزينه غير ديك الطرفه دخلنا الرحيل صافي حطيت كلشي هنايا عندي داك الكاس اللي هو الكيسان ديالو ديال العصير مازال ما عمري استعملته عندي هذيك ديال السوبيره كبيره وفيها دوك زليفات ديالها ديال سالاد ولا فلون ولا شي ديسير ولا شي حاجه هذه خلاص هذه سوبيره غنفتحها دابا نوريها لكم اللي كنعرف لكم تنفتحها في الفيديو جاي نوريها لكم نفتحها دابا نوريها لكم عطات لي خالتي كاين هاد الكيسان ديال العنبه هذه عامره فيها دوك الطاوات ديال اوريفلام وداك الشيء ها هي راه الباك ديال الكرتون ديال اوريفلام صافي باقي كلشي ملون شوفي يا خيتي السبيره كي دايره غزاله ما شاء الله عجباتني فراسكم انا براسي راه النهار اللي عطاتها لي راه ما شفت هذيك الشوفه نيت 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 شوفي يا اختي يا اختي عزاز قولوا لي كي جاتكم السبيره ديالتي يا اختي قولوا لي بصحه السبيره مسميمات قولوا لي بصحه السبيره المهم اختي غزاله ما شاء الله شوفي لي فيها سته ديال الزليفات سوبيره فيها المغرفه ديالها وسته ديال الطبيصلات واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سته ديال السميت والله البنات الا فتحتها على ودكم باش نوريها لكم شوفي حمقاتني المهم اختي خويت هاد البلاصه هادي باش نقاد داكشي مزيان 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 ان شاء الله بحول الله حتى رمضان الا بقينا في الحياه يا ربي طول لنا ربي العمر نشربوا فيها حريره غادي نشري هادوك ديال اتاي والسكر والقهوه المهم هادي فيها السكر هادي فيها القهوه وهادي فيها اتاي هادي هنا دارت الملحه حيت بدا لقينا واحد البواطه باكي ديال الملحه تفتحات وزدت عليها باكيه اخرى هادي فيها شنو فيها سميتو هو كسكسو ديال الدار هذا كانت ماما اللي صايباتو قلت ماما في الدار ايوا خلاص هنا عندي لي بات ما عرفتش ديال اللوبيا العدس خايفه اركان اللي يفيق صافي المهم داكشي اللي كاين اختي قادتو ليا في البواطات تماك صافي فراسكم البنات دايره باش بلاتي
عتي البنات دابا كنقاد الماعن وكنقاد داكشي ودايره ورقه وستيلو اي حاجه خاصاني كنقيدها باش ان شاء الله بحول الله المره الجايه غنديكم اختي معايا السوق وتمشيو معايا السوق نتقداو بزاف ديال الحوايج اللي خاصني في الدار جديده خاصني نتقداهم. عتي دابا ملي كتكون عندك الدار كبيره وداكشي كتبغيه تشري عاوتاني تشري 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 كنبغى نشري الحوايج شي زعما الماعن داكشي المهم داكشي كاع اللي خاصني ما نقولوش لكم دابا في فيديو جاي ان شاء الله نبارطاجيه معاكم نوريكم بزاف ديال المشتريات اللي غادي ناخذ نخسر الفلوس عاوتاني هذا الله ما عندنا ما نديرو. المهم داكشي كاع قلت لكم البنات اللي خاصني كنقيدو في ورقه علاش الا مشيت للسوق وبغيت نتقدا وهذا غادي ننسى كلشي انا عارفه ولات في ولا في واحد البلان انني كننسى داغي وليت كننسى ما كنعقلش على بزاف ديال الحوايج. المهم داكشي اللي بغيت كنقيدو اختي باش ملي نمشي للسوق نجبد اختي ديك الورقه هذه وهذه وهذه واللي شريتها كنضرب عليها ايوا هادشي اللي كاين اختي. المهم نقاد ديك البلاصه ونمشي نرتاح تا واحد شويه عاد نقاد داكشي ديال الاركان. المهم البنات غادي نقول لكم تهلاو في راسكم فيديو جاي ان شاء الله بحول الله بزوات كبارين ليكم. المهم الا بان لكم ناقص لي شي حاجه ولا خاصني شي حاجه ولا نبدل شي حاجه من شي بلاصه قولوا لي في لي كومونتير. تهلاو لي في راسكم فيديو جاي ان شاء الله بسلامه.